نعم. قبل ما ندخل لمحطة تانية ونستمتع برضو بآيات القرآن الكريم، ما ننساش برضو حضرتك كنت من سنة أول، أنت ما رحتش لأولى ولا تانية، إيه حكاية القصة دي بقى؟ القصة دي لازم نقولها يعني، تقريبا الوحيد على فكرة طويلة، أصل القصة طويلة، ولكن يعني ممكن نقول أصغر حافظ القرآن الكريم ثم طب نختصرها برضو في نختصرها أنه الظروف ما ساقتني أنه أنا أكون في يوم من الأيام في مشيخة الأزهر. أيوة. بناء على طلب من أحد كبار علماء ومشايخ الأزهر في الوقت ده، كان شافني في بعض اختبارات كانوا بيعقدوها لطلاب الأزهر، وأنا كنت مع أحد الطالبات، يعني كانت خالتي يعني، فكنت معاها، وعلى اعتبار أن أنا يعني هي لو وقفت في حاجة ان انا اعرفها لها يعني. يعني انت مش رحت الا اختبروك الاساسي، لا راح معاها يعني. لا 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 لا، هو على اعتبار ان لا يمكن اصلا كان في الوقت ده انه حد يتخيل انه يكون في طفل. السن ده حد يحفظ قران، سن طفل صحيح. فهو لما شافوني المشايخ يعني كان بالنسبه لهم شيء يعني شيء ملفت يعني. فطلبوا من والدي انه انا لازم، اصروا ان هم يشوفوه ويتصلوا بي يعني، انه هو لازم انا اروح المشيخه. فوالدي كان راجل بسيط، راجل عنده عربيه نقل، سواق يعني، بينقل خضار وحاجات زي كده، فقال انا ما مش فاضي، انا هوقف يوم وهروح كذا وحاجات زي كده. فكان برضو احد الناس يعني اصدقائه قال له لا لو انت ما روحتش انا هروح بيه، وحمسه ورحنا. كان أول يوم نروح فيه المشيخة كان هو اليوم اللي يعني بحكمة ربنا سبحانه وتعالى وصلنا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. كان فضلنا يعني أول ما وصلنا المشيخة تلقوني الناس اللي هم كانوا طالبين إن احنا نروح، وصلونا لفلان وفلان وفلان إلى أن وصلنا إلى مكتب كان حد كان اسمه الشيخ محمد يوسف، أتصور أنه توفى يعني رحمة الله على الكلام ده، كان بقاله أكتر من عمر كتير يعني حوالي الكلام ده كان سنة 94 مثلا. المهم وصلت له منه، كان حد كان اسمه الشيخ عمر البسطويسي، ووصلني الشيخ الأزهر فضيلة الإمام. أذكر أنه هو كان مكتبه كان الكل وقوف، ما كانش في حد جالس إلا هو طبعا، ده صاحب الفضيلة. أنا كان إكراما وإجلال لي طبعا. فأنا كان بالنسبة لي ده كان حاجة يعني إيه مستغربة يعني. برضو أنا ما أعرفش يعني شيخ الأزهر، برضو أنا أعرف اللي بسمعه في الراديو. في الحالة دي هو كان الراديو هو صديق الصدوق لي يعني، اللي هو من خلاله أنه أنا ببص على الدنيا بي يعني، بشوف الدنيا من حولي، ما كانش بقى لا تكنولوجيا بقى ولا حاجات زي كده بقى خلاص يعني. شفت برضو فضيلة الإمام قالوا له ده حافظ القرآن، قال لي قول كذا إذا جاء نصر الله والفتح. فانا سكت كده، قال لي ايه مش، قلت له انت عايز ايات من من كبار الصور يعني ايه يعني ايه ده انت حضرتك انا برد برضو خطباء على المنبر وبقول لهم انتوا كذا حضرتك انا حضرتك انا سوره قلت له انا مش انا مش جاي مش جاي المشوار ده كله عشان حضرتك تقول لي زي برضو بتكررها تاني مع اذا جاء نصر الله. فكان دكاتره كتير، كان أذكر كان الدكتور رحمة الله عليه الدكتور عبد المجيد مطلوب، وكان الدكتور محمد نبيل غنايم، وكان الدكتور عبد الصبور شاهين، وكان أساتذة كتير يعني دكاترة أفاضل. فقالوا له سيبه بقى يعني إيه في تعالى بقى انت بتقول كذا. ابتدوا بقى يسألونا بقى في اللي حضرتك عارف ان القرآن في حاجة اسمها المتشابهات، الآيات المتشابهات المتشابهات. فابتدوا بقى يسألوني في المتشابهات دي فين ودي فين، لخبط أي حد ما لم يكن متمكن وده وارد. القصة بقى مش في التمكن، القصة انه حضرتك وانت طفل اي حاجة حضرتك بتاخدها في ذاكرتك لا يمكن سماعي لا يمكن ان هي بتروح خلاص يعني، ورقة بيضة اتحفرت في الاساس. وده من فضل ربنا عليا انه خلاص القرآن بقى معايا، فخلاص تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا، قول دي قول دي قول دي، طب دي زيها فين، طب دي كم مره، طب دي كذا طب دي كذا. هي دي بقى ده سكتي بقى، ده اللي انا عايزه. فانا بقيت فرحان، الطفل دايما لما انك اشك في حته هي دي يعني ملعبك خلاص بقى لا في كذا طب في كذا طب في كذا طب في كذا ما اعرفش ايه بقى. انا خدتني الجراءه كمان اقول لهم طب في كذا، طب انتوا تعرفوا كذا دي فين، انتوا تعرفوا ايوه خلاص. فلما فضلت الامام شاف اليوم يومك لما فضلت الامام شاف الدنيا كده قال لهم لا 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 بس تعالوا سيبوه ده، وجا شايلني كده
عدني على رجليه، فانا كنت لابس جزمه، اسف يعني بقول عليها كوتشي. احنا في الفلاحين كان زمان كده يعني. فوالدي طبعا والدي الموقف زي كده يعني غريب عجيب عليه، حاجه ما كانش يعني طبعًا. وشايفني المسلمين وشايفني ان انا بتعامل بقى بطلاقه وباريحيه وكذا، خلاص ده هيحبسنا، انا اسف يعني. فقال له لا سيبه يعني خلاص سيبه زي ما هو. تشرب ايه؟ فقلت له كذا كده بينسون بالمره بقى. لا لا قلت له لا الحدوته يعني، وحلبة سكر زياده وابراهيم سكر زياده برضه، مشروبات روحانيه برضه. مين ابراهيم؟ قال له ده والدي. قال لي قعد بقى يتكلم هو مع الدكاتره، ده مش طفل ده كذا، ابتدى يقول شويه كلام بقى كده يعني. وقال لي انت حابب ايه يعني، عايز ايه؟ قلت له ان انا برضو حابب ان انا ادخل معهد القراءات. قال لي برضو انت صغير، والطلبه اللي هناك اقل طالب ممكن تعدي من بعد الثانوي تقريبا، او هو ثانوي يعني. هو لا هو بيبقى يعني لا ضروري، هو ملوش حاجه معينه. اشتراطه الوحيد انه تكون حافظ القران كما يجب ان يكون، ويكون سنه تجاوز 13 او 14 سنه. بس في المجمل من بعد 13 او 15 لانه هو اصلا هو مراحل مختلفه شهيد. بل حضرتك ازاي، هو له مرحله بتعادل الاعداديه، مرحله بتعادل الثانويه، مرحله بتعادل معهد عالي او مؤهل فوق المتوسط يعني. انا كنت حابب ان انا ادخله ليه؟ لانه كان اخويا فيه، اخويا اللي اكبر مني، قلت لحضرتك انه اخويا الكبير كان كفيف. ايوه فكان اكبر مني، فهو كان في معهد القراءات، فانا حابب بقى ان انا اكون زيه يعني. فقال لي لا ما ينفعش، انت ما ينفعش، انت ده يدخل ثالثه ابتدائي على طول. يا وكان قرار، وكان قرار. او طبعا ده ما حصلتش خالص. لا ما تصورش بقى بصراحه، ما اعرفش. طب اتفضل. كان قرار ان هو لازم حضرتك تدخل كده، وبناء عليه خلاص. تاني سنه بعديها باستثناء دخلت مدرسه شبرا الف الابتدائيه في دمنهور البحيره. بس ربنا يكرمك، ودايما كل حواراتك ممتعه والله. ربنا يخليك.